بكم ومرحبا بكم من جديد في قناة أمل كيتشن. اليوم غادي نوجدو الخبز الأفغاني بطريقة جد سهلة وبمكونات جد بسيطة، وغادي نبداو على بركة الله. في إناء وضعنا جوج سلايف ديال الدقيق، وكذلك غادي نضيفو له 4 كاس ديال الحليب لأن مزجتو مع معلقة ديال الخميرة المعجونة، وغادي نخلطهم مع بعضياتهم. غادي نضيفو 4 كاس ديال زيت المائدة، قبصة ملح، وغادي نضيفو الماء الدافئ بالتدريج حتى نجمعو العجينة ديالنا. والعجينة خاصها تكون مرخوفة ما قاصحاش، يعني بحال العجينة ديال البيتزا تكون كتلصق لك ما بين اليدين. العجين خصو يكون بحال هكذا، وناخذ شويه ديال الدقيق ونوضعوه في مكان ديال العمل، وغادي ندلكو مزيان العجينه ديالنا لمده 8 حتى 10 دقائق، ولكن الاحسن ماكينه ديال العجين. من بعد ما ندلكنا العجين غادي نحصلوا على هذا الشكل هذا، وغادي ناخذوا اناء ونوضعوا فيه شويه ديال الزيت او شويه ديال الزيت، وغادي ناخذوا العجين وغادي نغطيوه باش يضاعف الحجم ديالو على حساب الحراره ديال البيت. كما كتشوفوا غادي ناخذوا لاطا غادي ندهنوها بالزيت، وغادي نوضعوا العجين ديالنا وغادي نسرحوه مزيان بطريقه عشوائيه على حساب الرغبه ديالكم، بغيتوا ديروا شكل مستطيل دائري او مربع. من بعد ما سرحنا العجينه ديالنا في اللاطا غادي نصعبوها غير بالاصابع ديالنا كما كتشوفوا في الصوره. هذا الشكل هذا هو اللي كيسموه الخبز الافغاني، ويمكن لك تاخديها الجراره وتديري هذه الخطوط هادو. كيتسمى الخبز الافغاني بالزيت، يعني افغان ناني روغاني، روغاني يعني الزيت. من بعد ما سلينا هاد الطريقه هذه تزيين بالاصابع، غناخذ شويه ديال الحليب مع صفر ديال البيض، وغادي ندهنوا به الوجه ديال العجين ديالنا من الفوق. من بعد ما دهنا الوجه ديال العجين بالبيض والحليب، غادي نرشوه بحبه السوداء ولا كذلك الزنجلان اللي عندك في المنزل. غادي ندخلو الخبز ديالنا او العجين ديالنا الفرن لمده 25-30 دقيقه على درجه حراره 350 حتى نشوفوه تحمر، وغادي نقدموه بالصحه والراحه. وكنتمنى ان الوصفه ديال اليوم تنال اعجابكم، وما تنساوش انكم تشاركوا في قناه امل كيتشن، وكذلك ما تنساوش التعليقات. Thank you so much for watching and I hope you guys like the video. Don't forget to subscribe, like and share. Thanks, bye.